وثقنا بهذا الجهاز نحن كمقاومين دفاعا عن الجزائر وفي الظروف العصيبة التي يعرفها الجميع، وقدمنا أعز ما نملك في سبيلنا في سبيل وطننا على حساب أسرنا ومصالحنا، والآن بقينا نحن الفئة المهمشة. نطلب من الدولة تنظر فينا بعين الاعتبار وتراعي للناس هذو اللي خدموا الوطن وضحوا في سبيل الوطن، والحمد لله يا ربي ما زلنا صامدين. ونطلب من الدولة فخامة الرئيس الجمهورية السلطات المعنية يحضروا فينا بعين الاعتبار.